الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نزل الله أن يجنب البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرحم كل شهيد في الوطن بإذن الله، وأن يخذ الله الظالمين وأن يجعل كيدهم في نحرهم. في الحقيقة السودان تمر بأزمة الكل يعلمها، لكن كثير من الناس ما يعرفوا سبب الأزمة. نعم الأزمة معروفة سياسية، لكن السبب اللي خلاها تبقى الأزمة سياسية هي أن السودان تعج بالكبب والشرك، شرك عدي راس عدي، شرك أكبر أعوذ بالله. قباب تشيد وأضرحة يطاف بها من دون الله، الطواف حق مكة كله عندنا في السودان هنا، في الشكينيبة، في الزريبة، في وادي حسونة، كل هؤلاء الطواغيت. وعندك اللي قال الغاز والوقود مجاني، واد بدر الخليفة، واد بدر كمان قال خليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء الطواغيت هم سبب أهل السودان. إن أراد أهل السودان البلاد تصلح وربنا ينعم عليهم، عليهم أن يكفروا بهذه القباب والطواغيت، وأن يلجوا إلى الله وحده. السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: لا نعم، إذا كثر الخبث. يعني السودان فيه صالحين ما شاء الله، فيه دعاة إلى الله، لكن الخبث إذا كثر الصالحين الفازين بهلك. والسبب الوحيد ما في غير نهاية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بسببنا نحن ولا بسبب حاكم ولا يعني الناس ما تكورك ساه. مثل ما تكون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوا. فالناس تحاول ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وتخلي المظاهرات والثورات والاعتصامات هذه البهيمية، هذه الشيطانية كما قال الفوزان، هذه فكرة غربية. المظاهرات والله هي سبب مشاكل السودان اليوم. من خرجوا على الحاكم خلاص دي أول غلط. نزل الله أن يهدينا ويهدي الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.